مرة أخرى برحب بيكم، أهلا بيكم طبعا كل مشاهدينا الأعزاء والكرام. دي فخرتنا الأسبوعية اللي هي طبعا بتبقى في آخر الحلقة في آخر الأسبوع. جزء الكبير أخلاقنا، قيمنا، عاداتنا، تقاليدنا لسه موجودة، ما راحتش، ما تبدلتش، ما اتغيرتش، على الرغم من ان في حاجات كتير قوي ووسائل كتيرة جدا بتمارس ضغط بشكل مستمر على ان المجتمع المصري ده يتغير، يبقى حاجة تانية، يبقى بنكهة اخرى. لكن على الرغم من كده لابد، او احنا الحمد لله لسه عندنا هذا النوع من التماسك ما بيننا وبين بعضينا، وايضا كمان التماسك بصفاتنا بمميزاتنا باخلاقنا. لسه مميزين، لسه كل حاجه موجوده، ما تغيرناش، مش ما تغيرناش خالص، لا طبعا في تغييرات، لكن صلب الشخصيه ذات نفسها، الشخصيه المصريه اللي بتتميز بحاجات كتيره قوي، لسه زي ما هي باقيه وموجوده. ليه؟ لان لسه عندنا قريه، لسه في مصر في قرى، صحيح اتغيرت وما عادتش زي الاول وما عادتش منتجه وما عادتش وما عادتش وما عادتش، لكن لسه فيها الروح، لسه فيها اخلاقها، طباعها، وكبرها وعمدتها لسه موجودين وبيأدوا دورهم كمان بنفس الطريقة وبنفس النمط. برحب بقى بضيفنا الكريم حضرة العمدة يسري عبد الله إبراهيم، عمدة قرية منصورة نمول، مركز توخ بالألوبية. برحب بيك يا فندم، أهلا وسهلا. أولا تحياتنا طبعا لكل قرية نمول وكل منصورة نمول، يعني كل 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 صغير وكبير في هذه القرية برحب بيهم طبعا، وتحياتنا ليهم كلهم. عايزة أعرف بس يعني حاجة كده مجزة عن هذه القرية يا فندم، وبعد كده بقى نبدأ الكلام عن حاجات كتيرة جدا احنا عايزين نتكلم مع حضرتك فيها. يعني منصورة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرية منصورة نمول قرية قديمة تبع مركز توخ محافظة الألوية. أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني من قلت أنا عمدة القرية، اترشحت في الانتخابات كانت سنة 86 وربنا وفقني ونجحت في الانتخابات واستلمت العمودية من سنة 87. ده زمن طويل قوي. وكان والدي الله يرحمه كان عمدة، وكان جدي إبراهيم أفندي قاسم كان العمدة برضه، وجدي محمد أفندي قاسم كان عمدة وجدي. يعني انا بالتالي انا تاريخ من العموديه طويل جدا. وحضرتك انا كنت جايب الشهادات اللي معايا ديت، يعني بس كان الاستاذ محمد قال لي هاتها وعشان الازاز وبتاع فقالوا مش هينفع تعرض. يعني كان في شهادات وفي صور ايضا كمان لشجره عائله وتمام. فرغم يعني بس هي لان الصور، انا بس طبعا اقول للمشاهدين الصوره عليها ازاز فما قدرناش ان احنا نشيلها فتعمل عكس والاضاءه، لكن ده كان موجود يعني. تمام، والحمد لله والشكر لله، يعني احنا قريه كويسه. وانت حضرتك بتقولي القريه ما عادتش منتجه، لا القريه منتجه. ايه ده، منصوره نمول دلوقتي هي لسه منتجه؟ طبعا. احنا بنزرع القمح وبنزرع الذره والذره الاصفر والذره الابيض بنزرع كل المحاصيل. الانتاج الزراعي طبعا والا ما كناش كلنا عشنا يعني، لولا وجود القريه بانتاجها الزراعي كان زمان مصر يعني. كل سنه وحضراتكم طيبين. يعني بدانا بقالنا يجي 15 يوم هو موسم حصاد القمح وشغالين فيه يعني، والانتاج حلو والمحصول حلو وكل حاجه كويسه ان شاء الله يعني. لكن انا قصدي عليه بقى حضره العمده هو ان القريه ما عادتش بتصنع اللي بتاكله، يعني زي ايه؟ زي رغيف العيش اعتقد، ولا لسه في ناس؟ والله حضرتك عندنا لغايه دلوقتي الناس بتخبز. طيب. هو في عندنا طبعا في حضرتك المخابز اللي هي الالي والحاجات دي كلها، المنظومه بتاع الخبز اللي اتعملت على مستوى الجمهوريه يعني. وبامانه برضو منظومه حلوه. يعني من ساعة المنظومة دي ما اشتغلت ما بقاش فيه طوابير، ما بقاش فيه خناقات، ما بقاش فيه مشاكل. فالحمد لله والشكر لله، يعني الدنيا حلوة قوي يعني، مش وحشة. طيب ان شاء الله الخير جاي يعني. يا رب. حضرة العمدة اتفضل يا فندم. قرية بلا عمدة يبقى شكلها عامل ازاي؟ شكلها وحش والله. ليه حضرتك بقى؟ العمدة موجود في القرية، كل الناس اللي موجودة في القرية
والمقيمين بها حتى الأغراب بيلجأوا إليه في كل حاجة، في أي حاجة. يعني حتى السكان عندي، أنا الساكن بيجي بطلب من شيخ الغفر يروح يجيب لي البطاقة بتاعته ويصورها لي، وبنكشف عليه يكون مثلا هربان من أي حاجة بتاع، وبيقيم في القرية معزز مكرم طبعا، بيعيش زي أي فرد في القرية. أنا ما عنديش نسبة أغراب كتيرة يعني، ولكن أهو الموجود عايش كويس. تمام. طب إيه الفرق يا فندم ما بين الكبير والعمدة؟ يعني مش دايما الكبير بيبقى عمدة، مش كده؟ يعني أنا كنت عمدة وأنا عندي 30 سنة وشهرين ثلاثة كده، والقرية فيها ناس عندها 70 و80 هل في اختلاف ما بين المصطلحين حضرتك العمدة؟ لا حضرتك، هو هو الكبير المقصود به يعني في القرية اللي هو العمدة. حضرتك القرى اللي ما فيش فيها عمدة فيها نقطة شرطة. بتبقى مشاكلها كتير قوي. العمدة بيحل مكان نقطة الشرطة. اي قرية بيتعمل فيها نقطة بيتلغي فيها منصب العبودية. ده من زمان يعني. القرية اللي نشأت فيها نقطة المشاكل بتاعتها ما بتتحلش على فكرة. كلها بتروح المحاضر في الشرطة وفي النيابة وفي المحكمة. لكن العمدة، لكن العمدة موجود في أي وقت. أنا ساعات بصحى الساعة 3 4 الصبح، والله الناس بتصحيني في أي مشكلة. والمشاكل طبعا مشاكل في الحين كتير قوي، كتير. يعني حضرتك ما تتصورهاش أبدا. كتير جدا جدا، ما تتخيلهاش يعني. في كل حاجة. يعني هي طبيعة الحياة مثلا اللي موجودة في القرية اللي هي كانت قاسية، لكن طبعا بدخول التكنولوجيا أصبح في حاجات متسهلة شوية في حياة الفلاح يعني. لكن طبيعة الحياة ذات نفسها، هل ده معناه إن قساوة الحياة في القرية بيشكل نوع من أنواع الضغط على الفلاحين فيبقى في مشاكل أكتر؟ طبيعي. يعني أي حد مقيم في أي مكان بيتأثر باللي بيحصل للمكان. حضرتك الطبيعي جدا ان انا ابقى بكون عايش في مكان سواء يعني في خير هيعود عليا، في شر برضه هيعود عليا. طيب لما يكون القريه اتلغى فيها نظام العموديه وبقت فيها نقطه، هل ده معناه ان لازم يكون في كبير بقى للقريه دي؟ على اساس ان للاسف الشديد بقى النقطه دي بتلغي الكبير كمان. لا بس الكبير ده اختيار، شيء الناس هي اللي بتختار ان ده كبير. لما اكون مش عايز اوصل الموضوع للبوليس بوصله للكبير. بقى كبير القريه امال بيبقى كبير العيله. كبير العائله. انت عارف حضرتك جميع القرى على مستوى الجمهوريه عائلات وقبائل. ده بقى اللي هي البلد اللي فيها نقطه شرطه بيبقى فلان الفلاني ده كبير عائله كذا، ده كبير عيلة كذا كده، موجود ده موجود. في مشكلة طبعا، هو أسرع حاجة أي مواطن يعيش في القرية يحصل له مشكلة جري على النقطة. يا مفيش نقطة وفي عمدة، جري على العمدة. تمام. الحمد لله وشكر لله حضرتك، أنا أي مشكلة بتجي لي بالليل بالنهار في وسط الليل في نص النهار في الصبح في العصر، ما فيش عندنا حد بيروح النقطة قبل ما يجي لي. ممنوع. طبعا طبعا. الحمد لله وشكر الله برضه. مفيش عندي، ما هي دي نعمه، مفيش عندي محاضر مثلا بتروح المركز. مفيش عندي قوايا او قضايا بتقام في المحاكم. حتى المشاكل الاسريه، الزوج والزوجه والمشاكل اللي بتحصل اللي هي حتى بينتج عنها استحاله العشره بينهم وبين بعض وبتطلق، بطلقها عندي في الدوار. اطول قضيه حضرتك اخذت فيها وقت ما بين اواضي التقاضي ما بين اتنين يعني كان تقريبا قد ايه؟ اوحش اواضي بتقابلني انا بتاع الورث وبين الاخوات. وحشه ليه؟ جدا. ولا عشان فيها تفريعات ولا علشان بتهدم فيها الاخوه ولا ايه؟ هو ده مربط الفرس زي ما بيقولوا عندنا. يعني بتحصل مثلا حاله وفاه في بيت كبير البيت الاب مثلا يعني. بيبقى سايب ارث عباره عن اراضي، عباره عن عقارات، عباره عن بيوت، عباره عن مواشي، عن كل حاجه. في الحاله دي بيختاروا الكبير بقى، اخوهم الكبير. هو اللي بيدير المصلحه. وبيبقى كل حاجه باسمه 10 20 سنه 30 سنه
انا كنت في قضيه حضرتك او يوم السبت او السبت اللي فات ده، رحتها الساعه 3 العصر، رجعت الساعه 3 الفجر. اخوات والله اصعب حاجه بتقابلني هي توزيع المراس ده، وخاصه اذا كان مكتوب باسم فرد واحد بتبقى بيعز عليه بقى ان هو الحاجه بعد ما كانت في ايده هيبقى هو زيه زيه. طبيعه الحياه السنه بتاع ربنا وبعدين ربنا اللي مشرع الكلام ده مش انا. ولا الذكر بالصحاظ الانثيين في الارث. من هنا بقى بتيجي بقى ولازم نصلحهم ولازم يحلفوا على المصحف ويقوموا يبوسوا الكبير ويبوسوا ايد، والله حكمت عليهم قاموا بسوا ايده كلهم. يا سبحان الله. لا والله. طب حضرتك العمده 12 ساعة من هذا الوقت اللي حضرتك قضيته في قضية زي دي، هل علشان حضرتك مصمم تخرج من عندهم وانت عامل الحل، ولا علشان محاولة لتقريب ما بينهم وبعدين حضرتك هتروح البلد وهترجع لهم تاني بالحل؟ حضرتك يعني بيبقى ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز أن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهم. انا بروح اصلح بين اخوات او ولاد عمومه او اي مشكله من المشاكل، ببقى اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى، ولا يمكن اسيبها من غير ما احلها. هو اصل ابقى مقصر انا كده، يبقى انا من جوايا مش حلو، مش راضي. لا مش حلو ومش مش راضي. لا ما يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال لعبد الله بن روح اصلح بين فلان وفلان، ورجع له بيقول له ما صلحتهمش، قال له يبقى في نفسك حاجه بينك وبين واحد منهم، فجلده وقال له ارجع اصلحهم، وصلحهم ورجع. دي حاجه من هنا من هنا من المبدا ده انا بتعامل مع الناس. دي حاجه شفافه قوي. ده احنا نستوقف عند النقطه دي بقى شويه بقى حضرتك العمده، انا عايزه اتعلم من حضرتك حاجه. لا تحت امر. يعني لما انا اكون صفيه النيه ما بين الطرفين وما عنديش اي ميول ناحيه اي طرف، ربنا هيصلحهم ليك. وداخله بنيه الاصلاح ربنا بيسخر لي جنود للاصلاح. ملائكه مش جنود، ملائكه. جنود ربانيه. طبعا. هي ملائكه طبعا. يعني ربنا يعني بي 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 بيشد على ايدي المصلحين في الارض. صح. ده شيء مهم قوي. انا اول مره اخد بالي الحكايه دي. ولذلك مهما طالت القضيه ومهما اخد عناء، الحمد لله ربنا بيوفق. ربنا اللي قال كده. وعلى فكره يعني ربنا سبحانه وتعالى اي حاجه تحصل لاي حد من يوم ما يتولد لغايه يوم القيامه بتاعه موجوده في القران والسنه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. هنا بقى برضو جزئيه فيها شفافيه برضو حضره العمده. كتير قوي اكيد الناس كتير قوي عندها مطمع في هذا المركز من ولاد البلد يعني. انا عايزه ابقى عمده. مثلا يعني هو حضرتك بيجي برضو ده بالاختيار اهل الاهل الناس يعني. الاهل بتاع البلد. العائلات المقيمه في القريه. يعني حضرتك لما بقول لحضرتك انا اما دخلت الانتخابات وتقدمت ورق للترشيح وانا كان سني 30 سنه وشهر او شهرين ثلاثه، يعني قلت لحضرتك غصب عني من الناس والضغط بتاع الناس ان انا لازم اترشح. ضغط من الناس. اه والله. وحصل الانتخابات وربنا وفق، وكان مترشح ضد اثنين الله يرحمهم يعني، وكانوا ناس محترمه افاضل يعني. شيء هايل والله. معنى كده ان برضو حتى كمان اصل حضرتك بتتكلم في نقطه في منتهى الاهميه يعني، متعلقه بالضمير وان الواحد ازاي هيشتغل في ملف كبير واخلاص وعلاقه ربانيه كمان يعني بأساس. دي حاجه طبعا مهمه جدا. وحضرتك يعني بهذا الدور اللي بتاديه بتعمل اهم مسؤوليه واهم دور ممكن يتعمل على وجه الارض. الحمد لله. وهو اراده الاصلاح. يعني حضرتك عايز تعمل جزء حاجه تصلح ما بين الناس، وده يعني احنا عارفين طبعا من خلال نصوص احاديث الرسول الكريم وايضا كمان الايات الكريمه بان ده اعلى منزله، ربنا هيثيب عليها من اللي بيعمل هذا الشيء يعني، اكتر من ان انا اتوجه لربنا واصلي واصوم يعني. عارف حضرتك طبعا الجزئيه دي. يعني النبي عليه الصلاه والسلام يعني في حديث ما معناه يعني ان اللي يصلح بين اثنين اكنه اقام في مسجده 1000 صلاه.
ومين يطيق ولا يصبر على انه يقيم الف صلاه؟ مين يقدر يعمل ده؟ فيعني يعني ربنا بيجازينا عنه خير وربنا بيسترنا معانا والله، الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. هنا بقى ده الجزء بتاعي اللي انا عايزه اتكلم فيه، ان العموديه لا تؤخذ غصبا، لا ولكنها دي توفيق من عند ربنا بيديه للي يقدر يصلح. على فكرة تم تغيير طبعا في الغاء عمليه انتخابات العمده ديت من سنه 92، لكن هي رجعت تاني. لا لسه ما رجعتش. لا لسه هم بيتكلموا فيها كده، بس ما افتكرش انها هتحصل، لان المشاكل بتاع الانتخابات في القرى وخاصه في جنوب الوادي صعبه. يعني العمده اللي المنتخب، يعني انا عمده منتخب مثلا سنه 87، قعدت 10 سنين وبعدين تعينت. تعيين بقى ما بقاش انتخاب. كمان 10 وتعينت دلوقتي كمان 10 وجددت ال 10 اللي هي الرابعه دي بقى لي سنه وشويه. فحضرتك صعب قوي 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 ان الدوله ترجع الانتخابات في للعمد. المشاكل بيحصل فيها دم في الصعيد في الجنوب. والله. شغل عائلات وبيحصل فيها مشاكل جامده قوي قوي قوي، وبيترتب عليها برضو الاثار دمار في القرى. حاجه صعبه. نتمنى يا رب ان الامور تهدى، يعني يبقى ما هياش هو حضرتك زي ما هم ماشيين. المفروض العموديه دي بالذات ما حدش يقرب منها الا هي بالتعيين اللي هو زي، انا ما بتكلمش عشان حاجه يعني، ولكن هم بعد ما عملوا دراسات مفيده جدا 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 وخدوا القرار ان العمده يبقى بالتعيين. اللي هو كان القانون الاول بيقول انه يعرف القراءه والكتابه. دلوقتي لا، يجيد القراءه والكتابه. اجاده. من عيله محترمه عنده نصاب مالي للعموديه. يعني عشان تبقى عينه مليانه يعني. طبعا. ما العمده وظيفه شرفيه ما لهاش مقابل مادي. وما ينفعش عمده ما عندوش نصاب، لا ما ينفعش خالص. صحيح. فهم عملوها حتى الموظف اللي مرتبه مثلا 1000 جنيه او 2000 جنيه يجوز انه يترشح في العمده، بس موافقه العمل. ويكون شخصيته قوية. يكون عنده القدرة على حل المشاكل طبعا مع الناس. بيسألوا عنه الحكومة برضه، بيعملوا تحريات وشغل كويس جدا جدا. مش أي حد برضه يترشح في العمودة، بيترشح بدل واحد 10. في قرى عندنا ترشح فيها 10. والله. ولكن هم الحكومة اللي هي وزارة الداخلية يعني والتحريات المباحث والحاجات دي كلها بتختار واحد. طيب بمرور الزمن بتبقى مواصفات العمده مختلفه يا فندم. يعني زي حضرتك ما بتقول اتغير بقى، مش يجيد بس القارئ، ده يجيد اجاده تامه. اعتقد ان بمرور الزمن بعد كده انه يجيد يبقى عنده لغه، يعني لان دلوقتي حتى كمان في على فكره في دكاتره عمد. والله دكتور عمد، في دكاتره ومهندسين ولواءات جيش ولواءات شرطه ومستشارين على المعاه، في كتير جدا عندنا في الاليوميه كمان يعني. طيب احنا دلوقتي عندنا غزو وتكنولوجي، وحضرتك طبعا عارف. ما عادش بقى شاشه التلفزيون دي هي اللي بتلم الناس كلها حواليها، وبقى في بقى يا فندم موبايلات عليها فيسبوك، عليها تويتر، عليها الحاجات دي. لازم العمده يكون مواكب التطور ده، مش كده يا فندم؟ خصوصا لو حصلت منازعات وجزء طرف اصيل فيها تقاضي على هذه الوسائل الحديثه يعني. الى اي مدى بقى العمده يكون لازم يكون مواكب لهذا التطور؟ على الرغم طبعا احنا بنتكلم عن قريه، بس ما عدتش القريه منفصله، ما احنا من الاول متفقين بقى القريه اتمدنت بقى حضره العمده، مش كده يا فندم؟ هو حضرتك يعني بالنسبه للتكنولوجيا اللي حاصله في البلد، يعني التطور حاصل في كل حاجه. ما انا عندي، انا معايا مثلا تليفون، في فيسبوك وفي نت وفي ماسنجر وفي كل حاجه. يعني انا حضرتك يعني
اما انا جاي يعني شرف لنا ان احنا جينا النهارده يعني عندكم. ده شرف لينا احنا. اعلنت على الفيز ان انا عندي حلقه على الهوا في قناه مصر الزراعيه. ده هايل. انتظروني. طيب تحيه حقيقيه بقى دلوقتي بنوجهها لكل اهل منصوره نمول. بنحييكم كلكم طبعا. البلاد كلها والله دلوقتي بتتفرج عليا بتشوفني. اه اصحابي يعني وحبايبي والعمد وكده يعني. اه ده شيء هايل. حضرتك كمان بتعمل لنا ترويج حلو. اه عشان نسبه المشاهده. تمام يا حضره العمده والله. طيب في طبعا في الجزئيه دي يعني زي ما حضرتك عارف ان في دواخل بتدخل بقى، اخلاقيات احنا مش متعودين عليها. أيوه. حاجات كتير في اواضي اقتصاديه وسياسيه، وبقينا كلنا بنسيب لقمه عيشنا ونبقى قاعدين بقى ايه، كاني سياسي محنك، كاني خبير اقتصادي في حاجات زي كده. فبيحصل راي يعني هرج ومرج في تضارب الرؤى. حضره العمده بيكون له دور برضه يعني في حاجه زي كده، مثلا ان ليه عملوا كذا وما عملوش كذا، لا انا معترض، انا مش عارف ايه الدور ده اللي هو انا مش عارفه هو ممكن نسميه ايه، يعني هل دور مثلا تثقيفي ولا 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 دور ايه يعني. بس اكيد حضرتك واجهت حاجات زي كده بعد الثوره بقى والفوضى دي كلها. يا ريت تعفيني من الرد على السؤال ده، احسن السؤال ده صعب قوي. طيب بس انا يعني مش يعني بصراحة مستاء. والله مستاء جدا جدا من اللي بيحصل في البلد. يعني كل ناشط حقوقي، ناشط سياسي، ناشط مش عارف ايه، محلل ايه، وهو ما عندوش حاجة خالص، ولا وابيض من البياض، ولا عنده فكرة عن اي حاجة، وللأسف برضو انه بيطلع في الإعلام. طب بالمناسبة بقى القنوات الفضائية بيجيبوا برضو حاجات مش طب احنا حلوة. عايزين نعمل كده زي محك، نشوف اهل قرية زي منصورة نمول لما بيشوفوا حد بيطلع يتكلم وعايز رغبة منه في تحريك الرأي العام، او الناس البسطاء ان هو يكون في دماغه او عنده مكاسب هو عايز يحققها على حساب ناس بسيطه، فيعمل الخلخله دي. هل اهل القريه بيبقوا حاسين ان ده لا، ان ده ممول، او ان ده بيقول كلام علشان هو له مصلحه؟ يعني الناس البسيطه دي بتحس حضره العمده بالحكايه دي؟ بتحس، بس بيحصل عندها تشويش. بيحصل تشويش. وبيحصل عندها يعني عايز اقول التباس. فدي حاجات انا بصراحه بشجبها وعندي منها في استياء جامد جدا جدا. والله اصل هقول لحضرتك على حاجه، الفلاح بسيط. الفلاح بسيط. فاللي هو لو قعد قدام التلفزيون وشاف زيد من الناس بيتكلم في مواضيع ممكن يجي يسالني، وممكن دماغه تفضل تدور وتلف يعني بيعمل لي زي تشويش في افكاره. ودي حاصله واقع، مش في القريه بس، في جميع المدن. وما ادراك برضه والشباب بتاثر على المعنويات يعني. في شباب كمان. ما هو انت حضرتك بقى عشان هو يشوف حلقه واتقال فيها كلام مغلوط، حاجه مش صح، ممكن يعني يندرج ويبدا يسال، ويبدأ يطرح تساؤلات. الاجابه لا عند حضرتك ولا عند الاكبر ولا الاكبر، الاجابه لمتخذ القرار ذات نفسه بالزبط. فوق. وطبعا طبعا في اي مكان في العالم ما عندناش هذا الاتصال اللي ارفع سماعه التليفون اكلم متخذ القرار اقول له انت ليه عملت كذا مثلا يعني. فبالتالي بيحصل مشكله. في مشكله حاصله بتاثر على معنويات الفلاح. صح. وبالتالي بتأثر على حاجات كتيرة قوي يعني. يعني أما المعنوية يعني أو الحالة المزاجية أو النفسية تتأثر، طب ما هيشتغل إزاي ولا هينتج إزاي؟ وطبعا أنا بقى طبعا طبعا وأنا عايزة بس أعيد جملة دايما بنقولها، إن وقت قيام الثورة
الفلاح ما هجرش ارضه وراح عمل ثوره مع الناس لا اللي عملت مفجره ثوره 25 و30 يونيو، لا طبعا مع كامل احترامنا يعني، ولكن هو ما سابش وما هجرش ارضه، لا ده هو فضل موجود عشان يزرع عشان احنا نقدر ناكل، وهذا الدور يتأدى يعني، الدور اللي بيعملوه الناس التانية يؤدوه. فتخيل حضرتك لو ما الفلاح حضرتك ساب وهجر وراح هو الدنيا كمان، هتخرب. طب يبقى ان احنا نخاطب الفلاح مباشرة ونديله حتى كل المعلومات او نعرف تساؤلاته ايه ونجاوب عليها، ده جزء مهم والله مش يا كده؟ استاذه يا ريت الحكومه تاخد بالها شويه من الفلاح. اه والله في كل حاجه. احنا بنحاول ان احنا نعمل الدور ده قد ما نقدر، اه لكن طبعا كل وسائل الاعلام هي مش ملتفته للدور ده، مع ان ده دور ارتكاز قومي كبير جدا جدا جدا. الفلاحين في مصر اكثر من 56% من سكان مصر أنا سمعت إنهم 60 كمان. أو 60%. لا حضرتك بقى معلومات حضرتك ادق أه طبعا. طبعا طبعا. 60%. طب انا عايزه هو لولا الفلاح المصري حضرتك مفيش حد هيعيش. مصري فلاح. أه يعني لولا الإنتاج اللي بيعمله الفلاح وبينزل القاهرة وبينزل المدن وبينزل هنا وهنا هيعيش بين. هو الفلاح بينتج إيه؟ كل حاجة بتتاكل. مفيش فلاح مفيش حياة. صح. مفيش فلاح مفيش حياة. تمام. هتيجي منين حضرتك يعني؟ تمام. أنا هاكل رز منين؟ هاكل بطاطس منين؟ نعم. هاكل فاكهة منين؟ هاكل لحمة منين؟ ما هو كل الحاجات هعيش دي ازاي؟ الإنتاج بتاع الفلاح. تمام. عايز أقول كلمة بس ما تزعلوش مني، يعني اتفضل اتفضل. الفلاح المطحون. لا ما احنا بنقول ده، احنا بنقولها كتير يا فندم. آه والله لا احنا بنقولها وحسنا، الفلاح وعشان كده احنا بنشتغل عشان نمسح الكلمة الفلاح دي. المظلوم. ان شاء الله الايام اللي جايه دي ايام الفلاح يا رب باذن الله ان شاء الله. يا رب. والقريه من غير عمده برضو ما تبقاش قريه، فاحنا لا لازم نقول الحكايه دي. ربنا يخليك حضره العمده حضرتك نورتنا وشرفتنا. حضره العمده يسري عبد الله ابراهيم، عمده قريه منصور نمول، مركز توخ الاليوبيه. وتحياتنا طبعا لكل اهالينا اللي موجودين في مركز توخ وفي يعني منصور نمول، وان شاء الله تحيه لجميع فلاحي مصر والله على طبعا على ارض طبعا مصر بحالها. طبعا طبعا اه والله طبعا نورتنا يا فندم ربنا وشرفتنا. الله يخليك. شكرا جدا. مشاهدينا الكرام انتظرونا في الحصاد، ولكن بدءا من يوم الاحد القادم ان شاء الله، وبقول لكم كلكم تصبحوا على خير. هذا البرنامج برعاية. تعلن الشركة العقارية المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي التابعة لوزارة الزراعة، تعلن عن طرح